لو عاوز تحمي الهاتف بتاعك من الاختراق بأمر بسيط جدا، أول حاجة ما تدخلش على أي روابط، تاني حاجة والأهم ما تفتحش أي شبكات واي فاي مجهولة. مش أي مطعم تقعد عليه تلاقي شبكة مفتوحة تقول الله واي فاي ببلاش، لا لأن كده ضحية، ده ممكن الضحية يكون مراقبك أصلا عشان عارف إن أنت مش عايز أقول معفن عشان في ناس بتزعل، لا فده ما تفتحش شبكات واي فاي مجهولة المصدر. لازم الشبكة اللي انت هتفتحها تكون انت عارف انت بتفتح ايه، لان بكل بساطة لو فتحت البيانات بتاعة الموبايل انا بصور منه ده كلها، لو اتفتحت في شبكة واي فاي مجهولة كل حاجة هتظهر للشخص اللي عاوز يتجسس عليه او يخترق الموبايل بتاعه. وكل مدى اطمن على الموبايل، شوف فيه برامج تجسس، تطبيقات انت ما تعرفهاش، اتأكد من البرامج اللي موجودة عندك، النظام بتاع الموبايل بتاعك هو ده نظام موبايلك ولا لا. بس كل بساطة محدش يعرف اخترقك.